وضعنا لفراخ الميه الريم الاخضر اللي هو في الكيس الاصفر، هنشوف بقى هياكل ولا لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات فراخ المياه على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز. النهاردة جبنا كيس ريم أخضر اهوت، الكيس الأصفر دوت اللي قدامكم، وفراخ المياه معانا فوق كلها اهي. حطينا بقى الريم وهنشوف الفراخ هتنزل تاكل ولا ايه. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء. Thank you.
برضه كمان
مرتين و يعني وربنا حاجه فرح العيال وخلاص، لكن بيتهيألي هم ايه وليمه، لا كده حاجه تانية. بنحاول نفرحوهم ونجيب اي حاجه من اللي احنا صرناها، على الرغم من انه يعني ثمنه كويس. يعني في ناس اتفقت مع القناه من جوه مقطع فيديو خلاص الموضوع انهم يقيموا الثمن بتاعه ممكن يسوي كام. لكن انا بصراحه ما شفتش خالص فيها فراخ المرض، ممكن اشوف فراخ فرعون واشوف حاجات ثانيه نادره، لكن خالص الزيت وخالص المرض ما شفتش حاجه كده بصراحه. ولكن شفت شغلات منظر زمان بتاع فراخ بيضه اسكندريه، كان في ناس بتجيب اقراص كده من بلاد فراخ المرض على حسب اللحمه المرض اللي كانت فيها. معرفش بقى هم زمان عندي بيجي في الأكل